السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا الجديد حول حكيم زياش وناصر المزراوي، بحيث جريدة المنتخب داروا مع المدرب واحد هاليلوزيتش حوار بتاريخ اليوم، هضروا على بزاف ديال المواضيع اللي منها حكيم زياش وناصر المزراوي. اكيد غادي نعرفوا شنو قال عاوتاني عليهم بالتفصيل، وايضا غادي نشوفوا بالصوت والصورة اللاعب طارق تيسودالي ما قاله على المناداه عليه للمنتخب المغربي. ونبداو اولا مع جريدة المنتخب. فمبدئيا هاليلوزيتش هضر على بزاف ديال المواضيع، غادي ناخذوا فقط ما قاله على أزمة زياش ومزراوي. بحيث في الأول جريدة المنتخب سولوا المدرب البوسني واحد هاليلوزيتش، ألي هذه الدرجة أخطأ اللاعبان؟ ألم يكن من المستحسن التعامل بالمرونة مع كليهما أو أحد منهما مثلا؟ الرد الأسطوري ديال تاهي واحد هاليلوزيتش كان كالآتي: أنت تدفعني هنا لأغضب أكثر، يا سيدي أنا أريد غلق هذا المحضر نهائيا لسبب واحد، وهو أنكم إن كنتم لا تراعون مشاعر زملائكم الحاضرين معنا في كل الفصول والتنقلات والمعسكرات بحديثكم عن المتمردين. يعني هنا كما سمعتوا كيوصف زياش ومزراوي بالمتمردين. المهم كمل الكلام ديالو قائلا: فانا لن اقبل بمواصله الحديث عنهما احتراما لابنائي وللاعبين الذين هم معي. اغضب كلما سالتموني عن زياش ومزراوي، لانني ارى في هذا الالحاح اهانه لمن هم حاضرين واحباطا غريبا لعزيمتهم. لقد اخبرتكم وبكل اللغات لا مكان لهما هنا، لذلك لن اسمح اطلاقا بنصف ما شيدته داخل هذا العرين، ولن أترك مجالا كي تخترق أي عوامل تزعزع استقراره. أنا هنا مدرب تقليدي كلاسيكي والظروف خدمتني، النتائج صارت معنا وبشكل رائع من دونهما، فما الداعي لنغامر بتغيير هيكل مجموعة سعيدة متناغمة أرقامها مذهلة؟ هذا القميص مقدس ولن أسمح بتدنيسه أبدا. طبعا كما سمعتوا الجملة الشهيرة ديالو اللي لابد يختم بها الحديث ديالو أن القميص مقدس ويجب احترامه، وطبعا هذا الكلام صحيح 1000%، ولكن هو كيقول هاد الكلمة دائما باش يسكت داك الصحفي اللي كيدير مع الحوار، وللأسف ديما كتنجح ليه الفكرة. المهم احنا كمغاربة في الأمر الواقع ننساو وقتيا هاد المشاكل ونوقفوا حاليا مع المنتخب الوطني المغربي حتى تسالي إن شاء الله كأس إفريقيا، وديك الساعة أكيد الجمهور المغربي غادي يكون عنده كلام آخر. وفي الختام نختموا مع الكلام الرائع ديال طارق تيسودالي حول انضمامي لأول مرة للمنتخب الوطني المغربي، وكالعادة في الأخير كيبقى الرأي ديالكم. اليوم قالوا لي انا عرف نمشي المغرب المنتخب وانا فرحان، لعب كره مع المغرب كوبا افريكا، دابا 5 سنين ما مشيت نلعب مع المغرب اولمبيك 23، ودابا مشيت نلعب مع المغرب كبارين، فرحان ودائما كنخدم عليها، وان شاء الله ان شاء الله ربحوا دي كوبا افريكا. انا مشي عاون الفرقه، مشي لعب عاون ليكيب ولعب مع القلب وكلشي. ان شاء الله تشوفوا كونوا خير وربحوا كوبا افريكا ان شاء الله.